حوادث قاتلة تقع عند نقطة مرورية على تقاطع مخيم الشهيد عزم المفتي في محافظة إربد، وسط مطالبات متكررة بوضع إشارة ضوئية أو إنشاء نفق لوضع حد لما بات يعرفه سالك الطريق بمصيدة الموت. تحولت النقطة التي تقع على طريق إربد عمان عند تقاطع مخيم الشهيد عزم المفتي إلى مصيدة للموت بعد أن لقي عدد من أبناء المخيم حتفهم عنده بسبب سرعة المركبات، خصوصا أن هذا المدخل يعتبر المدخل والمخرج الرئيسي للمخيم. سالكو الطريق طالبوا بضرورة وضع إشارة ضوئية أو إنشاء نفق يسهل دخولهم إلى المخيم دون وقوع كوارث. تيجي السيارات عبارة عن سرعة جنونية، ما يتفاجأ إلا بالمثلث واحد يستدير، ولا هو وياه عبارة عن بالوديان فايتين بالحمار. السكان ما بيطلعوا على الجسر الحديد اللي مقام عليه، بيقطعوا الشارع، مما يؤدي إلى حوادث وفيات وحوادث سيارات. هذاك عنيك احنا بنطالب كمان إما بنفق أو بإشارة ضوئية. لجنة تحسين خدمات مخيم الشهيد عزم المفتي جددت مطالبتها بضرورة إقامة إشارة ضوئية أو جسر للمركبات على مدخل المخيم يفصل بين حركة المركبات والمشاة للحد من وقوع الحوادث. لابد من زرع إشارة ضوئية، ومطلبنا مطلب لكل سكان المخيم، حتى لو كان هناك أي مبرر، احنا نرفض كل الحلول إلا زرع إشارة ضوئية. ممكن انه عمل، يعني اذا كان هناك من ناحية فنية ما بسمح، ممكن وضع إشارات تحذيرية، ممكن وضع مطبات. مديرية الأشغال العامة والإسكان في إربد قالت لرؤيا على لسان مديرها معن الربضي إن هناك مقترح لوضع إشارة ضوئية على هذا التقاطع بدلا من نفق كونه مكلف، وأنه لم يحدد بعد موعد التنفيذ. وإلى حين وضع الإشارة الضوئية قد يقع المزيد من سالكي التقاطع في مصيدة الموت. حمز الشوابكي، رؤيا.